أم إخواني أخواتي متابعي قناة أبارتمون فاس، حياكم الله. كنشكر جميع المتابعين ديالي في هذه القناة، هذه قناة أبارتمون فاس وقناة أفيتو ماروك. الآن جيتكم خوتي باش غادي ندير لكم واحد الفيديو. هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيطرحوا عليا العديد من الناس المتابعين ديالي من خارج أرض الوطن، من داخل أرض الوطن. هذا الموضوع اللي نهضروا عليه هو قضيه ديال المصاريف ديال التسجيل والتحفيظ. يعني شي واحد اللي بغى ياخذ شي برطمه، شنو هما المراحل اللي كيمر منها؟ غادي نعطيكم يعني دابا واحد يعني شي حاجه قليله، وانتوما لا بغيتوا اي اسئله طرحوها عليا خليوها في التعليق ديالكم، غادي نشرحها لكم في فيديو واحد اخر. بالنسبه اللي غادي ياخذ سكن، العديد من الناس كيكون اول مره كياخذ يعني بريطمه، كيبغي يشوف شنو هما المراحل اللي كيدوز منها. اولا كيقولوا لي شنو هو على حسب المصاريف ديال التسجيل والتحفيظ. هاد المصاريف ديال التسجيل والتحفيظ اتعب الموطير، يعني الموطير اللي معروف بسميه ديال الموطير، الاغلبيه تعيطوا له الموطير. بالنسبه للرسوم ديال التسجيل، 4% ديال التسجيل، 1.5% ديال التحفيظ. هاد التحفيظ كيف ما قلت لكم، اللي التحفيظ هو الا بغى شي واحد ياخذ شقه ويردها بسميته، يعني كيحفظها كترجع بالاسم ديالو. بالنسبه للملف يعني الدوسي، فيها الدوسي وكاين اتعاب الموثق، يعني هادو كاملين. بالنسبه للملف كيتراوح ما بين 1500 درهم حتى 3000 درهم. اتعب الموثق ما بين 0.5% حتى 1%. هاد المصاريف ديال التسجيل اللي قلت لكم وديال التحفيظ راه كينطبق على يعني تس السكن وكذلك محلات تجاريه. اما بالنسبه للقطاعي راه الرسوم ديال التسجيل يعني اللي تكون كتعتبر ضريبه راه 5% القطعه زايده على السكن. بالنسبه كيف ما قلت لكم السكن الاقتصادي راه بحالو يعني بحال السكن العادي، غير هو كيختلف في التسجيل ديال في الرسوم ديال التسجيل. الرسوم ديال التسجيل في السكن العادي قلت لكم 4%، اما السكن الاقتصادي 3%. خوتي واللي بغى يعني يعرف يعني شحال غادي طيح عليه، شنو كنديرو؟ كناخدو هاد النسبة المئوية ديال 4% وديال 1.5% وديال أتعاب ديال النوطير داكشي، كنضربوها في الثمن باش خديتو. مثلا نقول لكم أن خدينا برطمة ب30 مليون، كنجمعو هاد التوتال هذا كنضربوه في داك النسبة المئوية كتخرج لنا 6.5% بالإضافة للمصاريف ديال الملف. يعني كنضربوها يعني عطيتكم أنا مثلا خديتو برطمة ب30، كتضربوها يعني في داك 30 وكتعطيكم جوج ديال المليون، كطيح ما بين التسجيل والتحفيظ أو سميتو أتعب الموثق. خوتي إلا عندكم أي أسئلة كتخص بهاد الشي ديال هاد المصاريف هذا وبغيتو تعرفوها، ما عليكم الا ترسلوني في التعليق ديالكم وطرحوها عليا، وانا فيديو اخر ان شاء الله غادي نولي عاوتاني نناقش معكم عليها. اخواني اخواتي كنشكركم هذا المنبر هذا، كنتمنى ان هذا الموضوع اللي طرقت ليه هذا النهار يكون يعني في صالحكم وتستافدوا منه. وكنشكركم بزاف المتابعين ديالي من خارج ارض الوطن ومن داخل ارض الوطن، كنحييهم بحراره وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم.